النهارده هتعمل ايه العلامه بتاعت ايه الاعتماد او الفي دي اس او الاي بي سي دي؟ طب ليه؟ لان كل ناظر يا باشمهندس مختلف عن الناظر اللي موجوده زيها في الاوضه. تمام. ليه بقى حضرتك؟ اتفضلي. حضرتك كلكم سجلتوا اسمكم عندي، مش شرط دافعين، يعني اهم حاجه الاسامي. طب انا عايزه اسامي حضراتكم بس، يعني الاسامي عشان بس يا جماعه الاسامي. العدد الكتب تبقى جايه على اذا مفيش حد ناقص كتاب، اللي ما سجلش حد ناقص كتاب، حد ما خدش. كام واحد لو سمحت ارفع ايده؟ كام واحد يا باشمهندس؟ كام واحد في الكتاب بس يا جماعه؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمسة. طيب مش مهندس هنتفضل قولي لي كده عدد خمسة. بصوا يا جماعة من فضلكم سؤال مهم قوي، ليه النوزلز نفسها لازم تبقى معتمدة؟ ما يروحش عند الورق بتاع السبتية كويس ويخرمها الاخرام دي. تمام. اوكي. لسبب بسيط جدا باشمهندس جاوب، بيقول عشان تتحمل. لا لا، تسير الميه لو هي ميه نازل. انا بقول نازل، نازل بتاع الغاز. بصوا يا جماعه خلينا كده بالانجينيرنج سيرش بتاعنا. لو انا هنا اهوت عندي الاسطوانه، لو انا الاسطوانه بتاعتي فين؟ هنا، والماسوره ماشيه كده كويس، وادي النوزل الاولانيه والنوزل الثانيه والنوزل الثالثه والنوزل الرابعه. ايه اللي يجبر الغاز او عشان اضمن ان الغاز يتوزع بطريقه هوموجينيس جوه الاوضه؟ يبقى لازم معدل الغاز اللي خارج من النوزل دي غير معدل خارج غاز النوزل دي غير معدل غاز خارج من النوزل دي، صح؟ بمعنى ان ممكن الغاز يخش في اول نوزل يطلع منها اكتر من النوزل اللي بعدها. يبقى عشان اتحكم يبقى عدد الاخرام اللي موجود في النوزل دي مختلف عن الثانيه عن الثالثه عن الرابعه. وهو ده ان السيستم اللي بنقول عليه يو ال اف ام او في دي اس او ال بي سي دي معتمد. ليه؟ عشان كل شركه لما صممت الحاجه بتاعتها تمام واديتها لليو ال للاعتماد او الاف ام او كده يقاس معدل الهوموجينيتي، معدل توزيع الغاز جوه الاوضه. فكل نازل موجوده ليها ديزاين معين، ليها عدد اخراج معين عن ايه؟ عن زميلتها الثانيه. يعني دكتور لو سمحت انا ما بشتريها، بشتري الاولانيه غير الثانيه غير الثالثه، يعني بقول انا عندي ستة الشركه نزل. ايوه ستة نزل. انا عايز الشركه حضرتك بتاعت مثلا هتلاقيها كيدي او سيمنز او ايفر او تايكو او كده، دي المركز. كل نازلايه منها عليها الرقم بتاعها، عليها الرقم بتاعها، عليها الاعتماد بتاعها، مش لازم تبقى زيها زي زميلتها. لا ما انا فاهم، يعني انا ببتدي اعمل الديزاين بتاعي على اني هعمل مثلا ستة نقط في الغرفه دي او في المكان ده، ابعادهم عن الاسطوانات كذا. مظبوط. ببتدي اقول انا عايزه واحده عدد اخرامها كذا، واحده كذا، واحده كذا. الديزاين بتاع الشركه نفسها، الشركه نفسها حضرتك كويس؟ يعني في سيستم ستة على بعضيهم للغرفه كذا؟ بالظبط. تمام؟ طيب. كل نوع واحد هتلاقيه حضرتك مش معتمد، النوزلز غير معتمده. تمام. بتخدم السبتيه، خرطها وعملها في السبتيه وانت ما تعرفهاش، وتشكيلها نظيف جدا. انت تعمل ايه بقى حضرتك؟ انت كنت تعمل ايه كاستشاري او كمالك؟ ما تجيبش عند المنشا يا فندم. مش انا معاكي. اهدي، هريحك خالص. انت كمالك او استشاري برضو الان من وادي المقاول ده كويس؟ ببساطة جدا عندك التوكيل او الوكيل الرئيسي بتاع الايه؟ بتاع المركبي كويس؟ ودي حصلت معانا في كذا حته، يعني مش عايز اشكر بس اسم زي تايكو زي بتاع ناس محترمه قوي، سيمنز شركات محترمه قوي. ابعت له قول له لو سمحت انت المركبي او سوري الاوضه عندنا مشروع فلاني كذا 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 كذا، اتركب عندنا الحته الفلانيه، هل ده تاخد من عندكم ولا ما بتاخدش؟ حتى لو جاب اسطوانه شهاده المنشا، لان شهاده المنشا حضرتك بيهتم بيها بايه؟ بيهتم بالاسطوانه. لكن بقيه الكومبوننتس يقول لك ما هي موجوده عندي في المخزن.
تمام؟ المواسير بيجيبها لوكال، طب اللوكال هيجيبها ايه؟ سكيدول 8 تمام؟ وساعات ايه بيغش فيها وتجيب سكيدول 40 وانت ما تعرفش. خدت بحضرتك؟ لا المين المين فولد المين فولد نفسه 80 البرانشات 40 تمام؟ وساعات 10 بيعملها تمام؟ وانت ما تعرفش، فانت احسن حاجه تعمل ايه؟ تبعت للايه؟ للتوكيل نفسه او للتوكيل الرئيسي. يقول لك اذا كانت النوزلز موجوده ولا لا من عنده. موجوده مش لازم يتاخد من عنده هو، حتى لو هو شاريها من بره بيبقى بره بيبقى مسجلين الايه؟ الكومبوننتس اللي اتاخدت على الايه؟ على المشروع ده متسجله. فتتاكد. ايميل بسيط جدا هتعرف منه الحقيقه مظبوطه ازاي. حاجه ثانيه ان انت عندك هنا في مشكله رهيبه في الصورات الاف ام 200. الصورات للاسف الصورات الاف ام 200 بقت بتتصنع وبتتضرب. بيضربها وبيلحمها مظبوط وبيدهنها احمر وزي الفل وبيديها لك وبيدق عليها الرقم بتاع السيريال نمبر. طب انت تعرف منين؟ خد رقم السيريال نمبر او البرودكشن نمبر بتاع اللي موجود على الاسطوانه وخش على الاعتماد بتاع اليو ال اف ام. هتلاقيه موجود عندك في الحته الفلانيه موجود للمشروع الفلاني. فهل الاسطوانه دي اللي من شهاده المنشا نازله على المشروع بتاعك ولا لا؟ لان ممكن يعمل ايه؟ ياخد البرودكت نمبر تمام؟ اللي معمول مثلا لمحطه كهرباء خلاص؟ هو عنده شهاده المنشا تمام؟ جاب ايه شهاده المنشا؟ جاب والله مثلا قال 100 كيلو، الصوره 100 كيلو. جابها لفين؟ جابها السنه دي وركبها لمحطه كهرباء مثلا. طب بالصدفه البحث انت طلبت 100 كيلو لفين؟ لاوضه في الجامعه، داتا سنتر عندك في الجامعه. فراح هو عمل ايه؟ جاب الصوره ثانيه خدت النهارده نفس الحجم اهي تمام؟ وراح داق عليها الرقم خدت وهرتك وراح بديها لك في الجامعه وعملها اي جهاز. ما الضمير هتعمل ايه؟ هتقوم داخل بالرقم ده حضرتك على اليو ال او على المصنع نفسه بتاكد ان الرقم ده جاي لمشروعك انت مش لمشروع حد تاني. تعرف على طول اذا كانت الصوره دي ايه؟ سليمه ولا لا؟ لان شهاده المنشا ما هي فعلا موجوده اهي، ما هو نفس الرقم. فاهمين قصدي يا جماعه؟ شهاده المنشا جايبها السنه دي 2017 او 2018 واخد بالك؟ بس هوزعها لفين؟ صح مشروع تاني مش مشروع تمام؟ فانت لازم يرجع للايه؟ الوكيل تمام؟ طيب نيجي بقى ايه الاسئله المهمه جدا. ايه هي؟ الباشمهندسه يا جماعه بتقول بالنسبه للانرجي، بالنسبه لجاز الانرجي، غاز الانرجي في ناس بتضغط الغاز 200 بار مش 300 بار. يا جماعه ال 300 بار مش ثابت ولا ال 200 بار ثابت. ثابت ايه هو؟ ان الشركه المصنعه للغاز ده تمام قالت انا بضغط الاسطوانه بتاعتي 200 بار، انا بضغط الاسطوانه بتاعتي 300 بار. ليه الفرق؟ لان برضو عندك حضرتك في شركات تانية بالنسبه للسي او 2 سيستم او بالنسبه للاف ام 200 في شركه بتبقى ضغطه الغاز 40 بار، في شركه ثانيه بتبقى ضغطه 60 بار، وفي شركه ثانيه بتبقى ضغطه 80 بار. كل ما الضغط جوه الاسطوانه بيزيد كل ما عدد النوزلز بتقل. كل ما الضغط جوه الاسطوانه بيزيد كل ما عدد النوزلز ايه بتقل. ولكن يقابلها ايه؟ يقابلها ان الهيد المحبس نفسه او السلينويد فالف كمان اغلى عشان بيستحمل ضغط اعلى تمام؟ لان هو بتبقى عمليه كومبرمايزيشن كومبرمايز سولوشن. يبقى الاسطوانه دي لو خليت الغاز بتاعها 40 بار تمام؟ ضغطت الغاز فيها 40 بار يبقى معدل او عدد النوزلز هيزيد. ليه؟ عشان انا عايز ايه؟ ازود الايه؟ اوزع الغازات بسرعه او اوزع الغاز بطريقه هوموجينيوس. طيب لو الضغط زاد في الاسطوانه يبقى عدد النوزلز نفسها هيقل. ليه عدد النوزلز هيقل؟ عشان الغاز كده هو بالضغط العالي هينتشر اسرع. طب ايه تاني ميزه كمان؟ الضغط لما بيزيد جوه الاسطوانه معناها ان انا ممكن اوصل الغاز لمسافه ابعد. تمام؟ يقابلها ايه بقى يا معالي الوزير؟ يقابلها حضرتك ان الاسطوانه كل ما ضغطها يزيد كل ما التامين عليها في النقل البحري بتاعها يعني. تمام؟ فهنا ايه؟ وسعرها هيزيد. تمام؟ فهنا هو بتخترق من شركه لشركه لشركه.
فانت طبعا لازم تبقى ايه عارف ضغط الغاز جوه الاسطوانه ان هو بيختلف من شركه لشركه لشركه. تمام كده يا جماعه؟ طيب نيجي بقى على السؤال المهم اللي هو في باشمهندس هنا. هنا باشمهندس سال عيد بقى السؤال بتاع حضرتك تاني. علي صوتك اتفضل. طبقا يعني الكود تمام ان في حاجه اسمها مسالك الهروب. بصوا هنا يا جماعه انا كده بفكر. باشمهندس هنا بيقول ايه؟ بيقول دلوقتي انا عندي لازم في الكود في مسالك هروب. طب انا ازاي هطبق مسالك الهروب والباب لازم يتفتح صح في اوضه بتاعت الغازات؟ الراجل لو الغاز اشتغل الراجل حقيقي هيجي يهرب، هيهرب منين؟ ما انت قافل عليه الباب. عشان كده هو بنقول ايه ليه نظام الغازات بيبقى دبل نوك سيستم. من احد الحاجات برضو المهمه ليه دبل نوك؟ دبل نوك حضرتك عشان الديتكتور ده حراره والديتكتور ده دخان مثلا. جيت قلت لك اول انذار بيحصل حصل بالانذار بالايه؟ بالدخان صح؟ طيب انت عندك وقت عشان تهرب لغايه لما الانذار الثاني لقط ضرب. بعد ما الانذار الثاني يضرب الصوت نفسه بتاع الانذار بيعلى تمام؟ خلاص لازم تهرب. الانذار الثاني من بعد الانذار الثاني طبقا للكود قدامك من 30 ل 45 ثانيه. وده بايه؟ يقفل. عشان كده اهوت يا باشمهندس بيبقى عندنا في الكود بنقول حاجه اسمها مسافه الارتحال. وده هياخدها بتوع الايه؟ العماره. مسافه الارتحال عندنا هنا اهوت عباره عن ايه؟ يعني ايه مسافه الارتحال؟ المسافه اللي بياخدها البني ادم من الاول حاجه اسمها الديد اند بوينت. الديد اند بوينت يعني النقطه الميته. النقطه الميته دي يعني اللي هي ابعد نقطه عن باب الهروب او باب الخروج مخرج. تمام؟ طيب لنفرض ان انا ابعد نقطه اللي هي المسافه دي من اهو لغايه باب الخروج بتاع الاوضه اللي احنا فيها دي اهو كده الناحيه دي. تمام؟ يبقى اقوم ايه؟ قياسها. لازم في الكود تبقى لنوع الاوضه لنوع الاشغال كويس؟ في مسافه، في عندي 8 متر، في عندي 15 متر، في عندي 30 متر، في عندي 35، في عندي بالظبط. ففي ايه؟ في عندي مسافه ارتحال. فعشان كده دلوقتي يجي يقول لك الكود ايه لازم 45 ثانية، 45 ثانية مربوطة بمسافة الارتحال بعدد الابواب يا باشمهندس. تمام؟ ماشي كده يا جماعة؟ اتفقنا؟ طيب أي سؤال تاني؟ ايه؟ كمية الحريق بتأثر في تدفق الغاز. هو طبعا انت بتتكلم عن ميه ولا غاز؟ لا غاز. بص يا فندم. يعني هو حضرتك القصه نوع الغاز او نوع الخطوره. هو ده سؤال لطيف جدا اللي هو نوع الخطوره. يعني مثلا لو انا بطفي حريقة بترول او حريقة مواد بتروليه زي بطفي حريقة خشب زي بطفي حريقة اسفنج او قطن؟ لا كويس؟ لكل حاجه والايه؟ او زي ما بنقول لكل مقام ايه؟ مقال. تمام؟ وعشان كده هو هنتكلم على اجرجرك في حته ازاي نحسب حجم الغاز بتاع الاف ام 200. احنا دلوقتي الايروسول جينا قلنا ايه؟ الواحد متر مكعب بياخد كام؟ 100 جرام صح؟ طيب الحسبه السريعه للاف ام 200 بتحسب الفوليوم اوف جاز بيساوي الروم فوليوم ده بالمتر مكعب في 58% يطلع لك كام كيلو جرام انت عايزه من الغاز؟ الله. طب ايه 58% دي يا دكتور؟ انت حطيتها لك 58% ليه؟ قلت لك ال 58% عند نسبة تركيز 7%. إيه نسبة تركيز 7% دي؟ مش فاهمين حاجة. تمام؟ أقول لحضرتك. الـ FM 200 عليه برضه ريستريكشن. إيه هو الريستريكشن؟ الريستريكشن بتاعه إن بيجي يقول لحضرتك
ان نسبه تركيز الغاز جوه السبيس اللي انت بتطفيه لازم ما تعلاش عن كام؟ عن 10%. ولو عليت عن 10% جوه المكان، لو عليت عن 10% جوه المكان بيحصل ان الغاز بيبقى مضر للعين وللايه؟ بيحصل هرش في الايه؟ في الجلد. تمام؟ عشان كده هو دي بنعرفها منين؟ من حاجه اسمها الماتيريال سيفتي داتا شيت بتاع الغاز نفسه. تمام؟ ماتيريال سيفتي داتا شيت. اوكي؟ بتاع الغاز ايه؟ الغاز نفسه. اوكي؟ فطيب نسبة الغاز موجود جوه الأوضة الماكسيم بالنسبة لـ FM200 10%. طيب أنا عملت هنا أهوت، أنا بقول لك الحسبة السريعة بسرعة، احسب الفوليوم بتاع الأوضة اضربه في 58%، 58% دي نسبة، عندي نسبة تركيز كام؟ 7%. طب الكود بيقول إيه؟ ممكن أشتغل عندي نسبة تركيز 6.25%. 6.25% يبقى نسبة التركيز، النسبة دي هتتغير ولا تبقى زي ما هي؟ هتتغير، هتقل. احنا بنحطها هنا اهوت في مصر على 7% عشان حاجة واحدة مش 6.25، عشان بنحاول احنا ما عندناش، ما بنعملش الليكيج تيست. احنا ما بنعملش في مصر الليكيج تيست إلا إذا المالك طلب، والليكيج تيست ده يعني نادر قوي إن حد يطلبه، وعدد الناس اللي بيعملوه هو زي حالتنا كده أهو، تمام؟ يمكن واحد او اثنين في اللي موجودين في مصر ده بيعمل ليكيج تيست. ثواني بس. اوكي؟ فانت بتضرب حضرتك نسبه الاوضه او حجم الاوضه بالفوليوم في نسبه 58% يطلع لك كام كيلو جرام؟ انت عايز كام كيلو جرام؟ اسطوانات كام كيلو جرام؟ خلاص من الاف ام 200. طب بالنسبه للسي او 2 بتضرب في 1.33%. 1.33. اوكي؟ طيب من هنا لبكره هعمل لك حاجه لطيفه. بكره هوزع السي او 2. السي او 2 ما عندوش نسبه كونسنتريشن لانه كده كده توكسيك.